سئل عن صيام يوم عاشوراء، وعاشوراء هو اليوم العاشر من محرم من السنة الهجرية، فقال عليه الصلاة والسلام: يكفر السنة الماضية. وقاعدة التكفير للذنوب هي على هذه المسألة التي ذكرت الخلاف فيها ما بين الصغائر والكبائر. وكان صيام يوم عاشوراء واجبا في أول الإسلام قبل أن يفرض صيام شهر رمضان، ثم نسخ من الوجوب إلى السنية. وقد كانت قريش يصومون يوم عاشوراء، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصومه في مكة، فلما هاجر وجد اليهود يصومون فسألهم فقالوا: ذلك يوم نجى الله فيه موسى ومن معه. قالوا: نحن، قال عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بكم من موسى. وصيام يوم عاشوراء النبي عليه الصلاة والسلام صام طوال حياته عاشوراء اليوم العاشر فقط، ثم قال: لئن بقيت إلى قابل أصومنه التاسعاء، يعني مع العاشر، مع العاشر. وقد غلط بعض أهل العلم فذهبوا إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد بقوله لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسعاء أنه يكتفي بصيام يوم التاسع مخالفة لليهود، مخالفة لليهود، وهذا غلط. والصحيح بأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد مخالفة اليهود بصيام يوم قبله، بصيام يوم قبله. ولذلك العلماء يقولون بالنسبة لصيام يوم عاشوراء على مراتب: المرتبة الأولى صيام يوم العاشر فقط، والمرتبة الثانية صيام اليوم العاشر وقبله اليوم التاسع، والمرتبة الثالثة صيام يوم العاشر وصيام اليوم الحادي عشر معه، والمرتبة الرابعة صيام يوم قبله ويوم بعده ويوم بعده. وبالنسبة لصيام يوم بعده لم يصح في هذا حديث، وما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يصح من جهة الإسناد صيام يوم قبله أو يوم وبعده وبعده. وكذلك صيام يوم قبله أو بعده أيضا هذا الحديث منتقد عند أهل العلم. وأفضل مراتب صيام يوم عاشوراء أن يصوم التاسع والعاشر، أن يصوم التاسع والعاشر، ولو اقتصر على صيام العاشر فقط أجزأته السنية ولله الحمد والمنة.